على كل حال برضو بما ان احنا لسه في المملكه العربيه السعوديه، برضو كان في لقطه حابه ان انا وكريم نعرضها لحضراتكم. ناس كتير امبارح كانت عامله لها شير، برضو فكره ابتدت اللعيبه هناك تقلد كريستيانو في الحركات بتاعته، في فكره لما بيفوز برضو كان بيتصرف ازاي. بلاش انا اشرح، خلينا نشوف الفيديو ده. واضح ان احنا الفتره اللي جايه هنشوف لقطات لطيفه من الصنف ده كتير في المملكه ده جزء صغير، خلي بالك برضو انت مش يعني عشان كوبي رايت وغيره ما بتبقاش قادر تعرض الفيديو كله، بس يعني منتشره بشكل كبير طبعا.